شجرة السدر نبات صحراوي ذو أوراق كثيفة ويسمى أيضا النبق. يعيش هذا النبات في المناطق الجبلية ويتواجد على ضفاف الأنهار، وينتشر بشكل كبير في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط وأيضا جزيرة العرب، ويعيش في البيئة الاستوائية أو شبه الاستوائية ومنطقة الشرق الأوسط. ولشجرة السدر فوائد كثيرة، لكن كيف نحافظ على هذه الشجرة وكيف يتم تطعيمها؟ طبعا هالتفاصيل كلها نعرفها مع ضيفنا في الاستديو. We'll be right back.